ਮਿਲ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਦਾਤ ਸਾਦਾ الحق في جودة السكن مشاهدينا اهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم نسولو الناس. مساحات التجميل مؤخرا اصبحت كتعرف واحد الاقبال كبير ماشي من طرف النساء فقط ولكن حتى من الرجال. اجيو معايا نسولو الناس ونشوفوا رايهم شنو هو في هذا الموضوع. عمليه التجميل عند الرجال لا علاقه، عمليه التجميل كتكون عند النساء. الرجال خصهم يبقى ديما بصوره طبيعيه، والراجل خصو يبقى راجل فهمتي، كما خلق الله يرضى بالله قسم ليه الله. شي دار عمليه التجميل هادي راه ماشي معقول. دبر راسهم، انا غنحكم على راسي، ما يمكنش لي انا ندير راسي، اللي انا كنحكم على التجميل اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، هذاك اللي باغي بركه عليا. Je pense que non, c'est pas bon pour un homme, tu vois, c'est réservé aux femmes. L'homme reste ce qu'il est, tout ce qui l'intéresse c'est plutôt l'argent pour conquérir celle qu'il aime et il passe à autre chose. عندوش علاش غيدير التجميل اصلا، الراجل خاصو يبقى راجل، خاصو يبقى في الصوره اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. حتى من الناحيه الدينيه والناحيه الشرعيه، الانسان ربك عطاه جمال يبقى هو كما هو عليه، ولا يحاول انه هو يغير نفسه باشكال اخرى بحيث انه هو يظهر المظهر الاخر اللي هو يعني. هاد الرجال اللي كيديروا التجميل هما ماشي رجال، ولاني كاينين في المثل على حسب الكاميرا باش يبان في التصويره مزيان، باش يبان مع الضو ولا شي حاجه خاصو يدير التجميل، ولاني ما يكونش اكزاجيري، ما يكونش كثير. سي ان بو ديبلاسي مال بلاسي، جو بروفير ريستي تيل كو جو سوي كوم جو سوي، جو ميم كوم جو سوي، اي فوالا، جو ديكونسيري فريمون اوز اوم دو لو فير. بتيتر جو سي با سي اون كيسيون دو كومبلكس، مي بون. Si tu t'aimes pas comme tu es, essaie de t'accepter comme tu es mon frère et ne fais pas ça parce que ce n'est pas bien, c'est pas cool. كانت هذه اراء الشارع حول موضوع التجميل عند الرجال. نتلاقاو غدا ان شاء الله في عدد جديد من برنامجكم سولوا الناس. الى اللقاء.